رمضان جانا وفرحناه به بعد غيابه. أهل رمضان، كل سنة وانتم طيبين. المصريين عموما بيحسوش ان رمضان جه غير لما يسمعوا محمد عبد المطلب وهو بيقول رمضان جانا، سواء في الإذاعة أو في التلفزيون. بس تتخيلوا ان محمد عبد المطلب غنى الأغنية دي بالصدفة؟ خلي بالك دي حكاية طويلة هحكيها لك من طقطق. السلام عليكم. حدوتة أغنية رمضان جانا بدأت وقت الحرب العالمية الثانية. تخيل وقتها البلد كانت بتمر بحالة كساد أدت إلى إغلاق كل النوادي الليلية والمسارح والملاهي، والمطربين قعدوا في بيوتهم، والشعراء والملحنين ما كانوش بيشتغلوا خالص في الوقت ده. فبالتالي الإذاعة قررت إنها تدعم الحركة الفنية في مصر وتدعم المطربين بإنها تسند لهم أغاني تتغنى في الإذاعة وتتسجل هناك علشان يقدروا ياكلوا عيش ويشتغلوا. في الوقت ده قررت الإذاعة إنها تعمل مجموعة من الأغاني اللي بتحتفل بالمناسبات، وعلى رأسهم شهر رمضان الكريم. في الوقت ده جابت الإذاعة مجموعة كبيرة جدا من الشعراء والملحنين والمطربين، كان من ضمنهم الشاعر حسين طنطاوي والملحن محمود الشريف، اللي عملوا أغنية رمضان جانا كانوا عايزين يدوها لمطرب شاب اسمه أحمد عبد القادر. بالمناسبة أحمد عبد القادر ده عنده قصة تانية كبيرة قوي على أغنية وحوي يا وحوي، بس دي هقولها لكم بعدين. كل المطربين اختاروا أغانيهم، وكان في عدد كبير جدا من الأغاني، وفضلت أغنية رمضان جانا وكام أغنية تانية. طب مين اللي يغنيها يا جماعة؟ ما تيجوا نشوف الحاج محمد عبد المطلب يمكن يوافق إنه يغنيها. في الوقت ده محمد عبد المطلب فعلا كان بيمر بأزمة مالية، كان محتاج أي فلوس علشان يشتغل. جابوا الراجل حفظ الغنوة وحفظ اللحن ودخل سجلها، ونجحت نجاح كبير لما اتذاعت تاني يوم رمضان. السؤال بقى المهم هنا، محمد عبد المطلب خد كام على الأغنية دي؟ هل تتخيل ان اجره على الأغنية دي كان 6 جنيه بس؟ ايوه 6 جنيه، والرقم ده وقتها كان رقم كبير جدا، وكان يعتبر اغلى مطرب خد اجر من الإذاعة على أغنية وقتها. المفارقة الطريفة انه بعد نجاح أغنية رمضان جانا، الإذاعة فكرت كده انها تعمل لعبد المطلب أغنية تانية يغنيها في العشرة الأواخر من رمضان. لكن محمد عبد المطلب كان ذكي، قال لهم انا عملت أغنية رمضان جانا ونجحت وهتفضل في التاريخ والوجدان، والناس هترددها، وارتبطت بيهم ببداية شهر رمضان. لو قررت ان انا اروح اعمل اغنية تانية لاخر رمضان، الاغنية دي هتغطي على الاغنية دي، وممكن الاتنين في الاخر ما ينجحوش. واصر على موقفه، وفعلا فضلت اغنية رمضان جانا ايقونة عايشة في تاريخ المصريين. نسمعها كل رمضان ونغنيها مع محمد عبد المطلب، وما نحسش ان رمضان جه غير لما عبد المطلب يقول لنا رمضان جانا. كل سنة وانتم طيبين. رمضان رمضان.